استوديو الكرة. فيكم جوار في أوبليس الفارق هذايا دوبلي نهديه كاع الجمهور اللي كان معنا كتر وجميع واحد اللي كان فارق في الإكيب هذي من قلبو. رايي يا رايي مبني على الساس ربي إن شاء الله بطولة وكاس ربي إن شاء الله بطولة وكاس يا فرح ولادنا وجميع الناس. دوبلي هذا نهديه كل من شكك في قدرة وفاق الدكتور في الدي بي سي بو قال لك باللي الوفاق السيسار راح يلعب على البقاء. الحمد لله بروفينا لهم باللي حنايا فريق متماسك وقادرين نفعلوا اي شيء والحمد لله وقلا غير الدوبلي وان شاء الله الدوبلي هذا نهديه كل سكان الصيف وسكتوا سكان العطر والحمد لله نشكر في الصيف بحال هلا وفقنا. الحمد لله ربي وفقنا وفوزنا بلقبين الموسم نشكر بزاف اللاعبين بزاف كما قال اليد باليد ان شاء الله بزاف هي ان شاء الله ما تتغيرش وان شاء الله نهديها كل الناس تحس وربي يكون الحمد لله يا سيدي وفقنا حتى مع ربي من هذا بالخواتيم ربي قد لا فضل الله سبحانه وتعالى بالنادين طاقة جنة جنتات محلية والكحلة وبيضة يا قوم هي فرحة الانتصار هي نشوة الفوز هي الفرحة التي تعيشها ولاية سطيف مدينة سطيف بكل مدنها بكل أرجائها هذه الأيام كيف لا والوفاق يتألق الوفاق يفوز بلقب البطولة والكأس بعد 44 سنة من تتويجه بالثنائية عام 68 ها هو الوفاق يعود ومن رشح الوفاق للجمع بين البطولة والكأس إذا ما عدنا إلى مقارنة ببداية الموسم عندما كان الكل يقول بأن الوفاق يلعب هذا الموسم على البقاء بالنظر للأسماء التي هجرت الوفاق توجهت نحو أندية أخرى لأن الكل رشح مع بداية الموسم فريق اتحاد العاصمة لا جدال في هذا بداية الموسم لكن المشوار الإيجابي الرائع الذي أداه وفاق سطيف هذا الموسم عرف كيف يسير البطولة عرف كيف يسير مع الكأس مقابلة بمقابلة وعرف كيف ينهي الموسم ويجمع بين البطولة والكأس هنيئا للوفاق هنيئا لأنصار الكحلة والبيضة والمزيد من التألق استوديو الكرة طبعا بفضل هذا التألق وهذه النتائج الإيجابية تنقل اليوم إلى سطيف طبعا نقل البرنامج مباشرة من استوديوهات إذاعة سطيف إذاعة الهضاب تحية لكل متتبعي القناة الإذاعية الأولى القناة الوطنية وكذلك مستمعي إذاعة الهضاب على المباشر تقبلوا تحيات تقني بدر الدين طالب الذي يخدمكم هذه الصبيحة والمخرج يوسف ونحن محظوظين اليوم بوجود السيد حسن حمار رئيس الفريق صانع هذا التألق هو معنا مرحبا بك السيد حسن حمار شكرا السيد خير الدين ماضوي المدرب المساعد هو معنا أيضا مرحبا بك مرحبا بك سيد سفيستيف ومرحبا بكل المستمعين
نعم، ورفيقني كذلك زميلي فتحي خالفي الذي رافق الوفاق في معظم لقاءاته. صباح الخير فتحي. صباح الخير عيسو. نعم. تحية كل مستمعينا في كل مكان. نعم، تحية إذن لكل الصيفية. ومع السيد حسن حمار نبدأ مرة أخرى بعد 4 أيام. تابعناك على المباشر، كيف كنت السيد حمار بعد تأكيد اللقب والفرحة كيف كانت الآن بعد 4 أيام من هذا التتويج قبل جولة من نهاية البطولة؟ كيف تعود لهذا التتويج وماذا يعني بالنسبة لك؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نظن باللي التتويج هذا يعني جاء في فترة وين كما تفضلوا اللاعبين استمعنا لهم يعني، وتفضلت انت باللي التتويج هذا جاء بعد هجرة اللاعبين كايز الفريق السنة الماضية، وين واحد ما مد حظ للوفاق، قال لك الوفاق يلعب على البقاء، وانا استضفتني انت في الاستوديو الجزائر العاصمة، وقلت لك ثاني احنا نلعبوا يعني احتلال مراتب متقدمة جد متقدمة، يعني سانسير ما كانش الواحد حاط باللي يدي الدوبلي، لكن الإرادة تاع اللاعبين هي اللي صنعت الفارق. المجموعة اللي كانت عندنا سنة مجموعة الله يبارك ما شاء الله، هذه هي القوة تاعنا وسهل النجاح تاعنا. طاقم فني بزاف بزاف، طاقم طبي أنصار تاعنا كانوا من ذهب وين قبلوا السياسة هذه وتبعوا الفارق تاعهم حتى للنهاية، والدليل على ذلك التنقلات تاعهم عبر كل ملاعب الوطن ويتنقلوا بقوة. نظن باللي فريق لي يعني اللي يفوز يدير 6 مقابلات فوزهم خارج الميدان تاعو ان باركور تاع ان شامبيون، دونك بطبيعة الحال لازم يدي البطولة بغض النظر يعني لا ما ننساو يعني الفريق الاخرى اللي ثاني قدمت مستوى كبير، ونظن باللي نشكرهم بزاف بزاف، هما اللي خلاو الطعم تاع البطولة هذا يكمل حتى الجولة ما قبل الاخيرة. ونذكر على سبيل المثال اتحاد العاصمة، شبيت بجاية، شباب الوزداد، اولمبي شلف، ويسمحون الفيه اخوه لما ما ذكرناهم. نعم، صراحة كيف عشت هذه الايام منذ يوم الثلاثاء منذ العودة الى الصيف؟ شوف والله يعني سنسلم الواحد يعني ربي دهني سخرني اني انا وطاقم المسير اللي معنا، يعني الفضل يرجع لربي سبحانه عز وجل، ثم للناس هذو للاعبين طاقم فني الناس وكل انصار مسؤولين تاع الولايه. نظن باللي شرف كبير لي اني انا نكون نتوج يعني بالبطوله والكاس، نظن حاجه هذه كل شكون اللي ما يتمناش يدير شيء كيما هذا. نظن باللي كيما يقول سميت طايزي يعني فرحان بزاف بزاف، وان شاء الله ربي تكمل الافراح تاع الوفاق ان شاء الله. نعم، هو مشوار بطل الوفاق الذي انهى مرحله الذهاب في المرتبه الاولى رفقه المنافس اتحاد الجزائر، نذكر ب 27 نقطه مع افضليه الاهداف نعم زائد 9 لوفاق سطيف، والزائد 9 هذه هي اللي اهلت الوفاق باش يفوز بالبطوله قبل الجوله الاخيره او قبل مقابله الحسم او النهائي كما كنا كلنا نسميه، يعني كنا نقول نهائي البطوله راح يكون بعمر حمادي. وفي نهايه الموسم قبل جولة اليوم الوفاق في المرتبة الأولى ب 53 نقطة، نذكر 16 انتصار، 5 تعادلات و8 انهزامات، أحسن هجوم لوفاق سطيف طبعا 53 هدف، وتلقي 38 هدف، الرقم 38 هذا راح نتحدث عليه بالنسبة للدفاع. خير الدين ماضوي، إجماع على أنه مشوار بطل، كيف أولا أنت كذلك كيف تعيش هذه الأيام هذه الفرحة هذا التتويج هذا الثنائي أكيد غير عادي كذلك بالنسبة لك؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هو كذلك نظن أي مدرب في مكانه راح يكون هذا التتويجين يعني غير عاديين بالنسبة له، لأنه إحنا كما قال الرئيس أنه هذا التتويجين يعني جو يعني خاصة في اخر المطاف وفي اخر البطوله، ف يعني وزادهم يعني حلاوه وزاد قدرنا نفرحوا بهم يعني خاصه قبل الجوله ما قبل الاخيره. نظن احنا فريقنا في البدايه كانت عنده اهداف يعني باينه معينه سطرناها مع رئيس الفريق مع الاداريين، وين يعني احنا قلنا نقوم بفريق منسجم يقدر ينافس بعض الفرق في البطولة المحترفة الأولى، لأنه كما قال أيضا سي حمار أنه الفريق يعني
تغير بنسبة كبيرة. كان في بعض الاستخدامات بعض اللاعبين اللي جاوا من البطولات السفلى، وما يعني ما كانش عندنا الوقت في بداية المطاف لخلق انسجام، لخلق يعني طريقة لعب. الشيء الوحيد انه لقينا انه اللاعبين يعني كما ايضا وضح الرئيس انه قبلوا هذه السياسه خاصه من الطاقم الفني، انه الفريق راح يلعب على ادوار ثانيه ماشي ثانويه، لانه من بين الاهداف المستطره كان انه نلعب يعني مراتب جد متقدمه في البطوله، ولكن كانت فيها يعني بعض المنعرجات، لو يعني نقدر نقول هذا الشيء منعرجات في البطوله، انه لما تفوز امام جمعيه شلف في سطيف وتروح تتعادل في شباب القبائل وتفوز في شباب الوزداد، يعني هذو الفرق هي اللي كانت تتنافس على البطوله، وتفوز ايضا مع اتحاد العاصمه وتاخذ البطوله الشتويه، هنا الاهداف تغيرت الكل، يعني توقع انه الفريق عنده يعني مستقبل زاهر، عنده ما يقدم في مردود طيب والهجوم يسجل. هذا هو الشيء اللي خلانا بعد المرحله الثانيه مرحله العوده انه نغير اهدافنا، وقلنا انه نقدر نلعب على البطوله. الكاس ما كانش هدف، ولكن احنا مشينا يعني بنظام في هذه البطوله وقدرنا نتحصلنا على الكاس، نظن بعزيمه الجميع وشي ما جزهر، يعني كما نقولوا احنا نظن هذه ثمره عمل وجهد تاع عام كامل، يعني وين اللاعبين يعني قدموا مردود رغم الأزمات رغم الهزات اللي جات في الفريق، لكن الكل بقى صامد وقف ضد هذه الهزات وقف ضد هذه الأزمات، وقدرنا نحقوا اللي واحد ما كان ينتظر فيها اليوم. ونظن يعني في خلاصة أنه الفريق وفاق سطيف يستاهل هذا التتويجين، يعني بارابور المردود اللي قدموا وبارابور أيضا للمشوار ككل، يعني من بداية سواء في البطولة أو في الكأس. نعم تحدثت أنت على الأرقام وين تغيرت الأهداف خير الدين ماضوي. البداية كانت صعبة بالنسبة للوفاق، في الجولة الأولى فوز أمام نصر حسين داي، ثم بعد هذا في الثلاث جولات التي تلا ذلك كان تراجع في البداية بالنسبة لوفاق سطيف، بعدها جاءت النتائج الإيجابية وتغيرت الأهداف، ولكن الشك عاد مع نهاية الموسم. في الجولة 23 تراجع الفريق تقريبا كلية منذ الإقصاء من منافسة كأس الكاف، انهزام هنا بسطيف أمام شباب الوزداد، انهزام بباتنا وأي انهزام في الوقت بدل الضائع، تكرر الوفاق ما حدث له في كأس الكاف في بدل الوقت بدل الضائع، ثم تعادل بسطيف مع مولودية وهران، ثم انهزام بتلمسان. هذه المرحلة إن صح التعبير اللي كانت تسيطرني فيها الجهنمية ربما اللي مر بها الوفاق، كيفاش عشتوها هذا؟ لا هو كذلك صحيح الأرقام هي هنا واضحة والنتائج أيضا واضحة، لكن فيها يعني عدة عوامل نقدر احنا نوضحها في نظن شطرين. الشطر الأول أنه اللاعبين في هذه الفترة خاصة بعد الإقصاء في مباراة كأس الكاف أمام سيمبا التنزاني اللي جاء في الوقت يعني بدل الضيع كما قلت، أثرت كثير وخلت اللاعبين يعني كان عندهم يعني صراحة ليس فقط اللاعبين، يعني كل المتتبع كل الجزائريين شافوا الطريقة اللي أقصي بها الوفاق، يعني كانوا متأثرين وما تقبلوش هذا، وهو كذلك وإحنا توقعنا أنه راح تكون مسيرة ولو يعني راح تكون بعض المباراة كنا متخوفين يعني بعد هذه المباراة حقيقة، خاصة بعد خسارة عودية في هذه المباراة تخوفنا كثير في هذه المرحلة، وكان يعني تخوفنا في محله لأنه ما قدرناش نعقب عقبة شباب الوزداد في سطيف انهزمنا، ويعني رغم السيطرة الكاملة تاع في المباراة جات مباراة مولودية وهران اللي الفريق يعني ما أداش مباراة كبيرة، كنا متوقعين هذا الشيء، ولكن احنا يعني بإجماع يعني خاصة مع الإدارة ومع الطاقم الفني وين قدرنا يعني نخلي المشكل إلا في الميدان وما خليناش يخرج من أرضية الميدان، قدرنا نلموا اللاعبين وحفزناهم وقمنا بتحضير نفسي كبير للاعبين، ونظن هم ايضا يعني قدموا ايضا شيء كبير في هذه المرحله وين يعني كما نقولوا كانوا عازمين بيخرجوا من هذه الازمه، عازمين بانه يرجعوا بنتائج ايجابيه، ونظن اللي خلات الفريق يرجع هي نهائي كاس الجمهوريه، لانه بعد تلمسان بعد هذا سلسله الهزايم جات مباراه كاس الجمهوريه نهائي كاس الجمهوريه وين هنا الفريق يعني قدم مباراه رائعه ايسي سيرباسي ولو نستمع اللغه الاجنبيه، يعني خرج يعني ما شفنا فريق اخر يعني تحول خاصه بعد الربع المباريات شفنا فريق اخر يعني تفاجئنا خاصه احنا كطاقم فني تفاجئنا على المردود، نظن نقطه التحول الاخرى كانت نهائي كاس الجمهوريه الفوز بها وين خلنا بعد نقوموا ب يعني سلسله نتائج ايجابيه، ونظن ساعدتنا ايضا نتائج بعض الفرق المنافسه مثل اتحاد العاصمه شباب تبيجيه شباب الوزداد اللي انهزم في ارضيه ميدان وشباب باتنا اللي خلاتنا وخلات حظوظنا تكبر في الفوز بالبطوله. نعم
هذه الأشياء اللي شجعت الوفاق وغيرت ربما المجرى اللقب. قلت قبل قليل السيد حمار بأنه ربما النتائج المسجلة أنه فريق إذا ما عدنا للأرقام وفاق سطيف اللي ضيع 13 نقطة بملعبه ولكن بالمقابل تحصل على 21 نقطة خارج ملعبه. هكذا خير دين. نعم نعم. وقل لك أنه الفريق اللي يريد التألق لابد من انتصارات خارج الديار والأرقام. نزيد نضيف كلام الكلام تاع الأخ يضينا. احنا لما الإقصاء تاعنا مع كأس الكاف احنا مع المدربين اللي عملوا عمل كبير يعني هما اللي سهلوا لنا احنا كإداريين. خشين تكلمت مع اللاعبين قلت لهم احنا الأهداف في بداية الموسم واضحة يعني باش تنقص الضغط على اللاعبين. قلت لهم احنا ما كان حتى مشكل مازلنا نخسروا خارج ميدان تاعنا والاهداف في بدايه الموسم قلنا نلعبوا احتلال المراتب يعني هنا تيبويزي شويه تنقص من الضغط على اللعب وتخليه اللاعبين فهموا الرساله وقعدوا يلعبوا. نظن باللي النهائي لما الاقصاء تاعنا خسرنا مع التلمسان تلاقينا في الفندق مع اللاعبين لافي تاع الماتش وين تكلمنا معهم كلام يعني بسيط وكل شيء. اللاعبين توصلوا حتى هما اللي قال لك غدوه الكاس نجيبوها ما تحيوما يعني شوف اللاعب متعطش للتتويجات اللاعبين تاعنا يعني باش شوفنا يعني مقارنه بسيطه باك الناس لما تشوف لاعب كيما جحنيط اللي يعني في عمره 20 سنه يعني يلعب مع لاعبين اللي عندهم خبره كبيره تلك عمه والله وتشوف النهائي يلعب يعني بدون ضغط بدون عقدة ويفوز يعني تحس باللي لاعبين مهيئين من ناحية النفسية الطاقم الفني حظهم مليح. نظن باللي التتويجات تاعنا جو مستحقين ولا غبا يعني ما فيهش جدال التتويج تاع الوفاق. هو إذا كان سمحت عيسى أيضا قوة الوفاق هذا الموسم يعني تكمن في القدرة على الخروج من الأزمات. الوفاق دخل منذ بداية هذا الموسم في هزات ارتدادية عقبت الزلزال تاع استقالة الإدارة في الصائفة ثم تبعتها تغيير الطاقم الفني بعد الانهزامات المتتالية تغيير كاستيلان استقدام جيجر ثم هزة أخرى يعني بعد فترة الفراغ في البطولة. يعني كل هذه الفترات الفراغ قدر الطاقم الفني باش يتعامل معها بذكاء. جيجر يعني قوته هي تكمن في تحرير اللاعبين اعطاهم واحد الحرية اللي خلاتهم يعني يتحروا فوق أرضية الميدان. لكن ذكر يعني المشوار في البطولة يعني في نهاية مرحلة الذهاب كيفاش تمكن الوفاق من الخروج في المرتبة الأولى بالبطل الشتوي. أقحم لاعبين ما كانوش ينتظرون أنهم يلعبوا ضد اتحاد العاصمة في سطيف. تيولي يلعب يعني لأول مرة في ملعب لأكثر من 40,000 متفرج يلعب كأساسي ضد نجوم اتحاد العاصمة. يعني لاعبين أقحموا لأول مرة أعطتهم واحد الحرية. كذلك في الدور النهائي ما كانش واحد ينتظر تشكيلة كما اللي دخل بها جيجر في مباراة نهائي كأس الجمهورية. هذا اللي وضع واحد الثقة في اللاعبين خلاهم يتحروا فوق أرضية الميدان ويبذلوا مجهود أكثر باش يبرزوا بأنهم قادرين هم أيضا باش يكونوا نجوم على باش يحملوا مشعل النجوم الموسم الماضي. وزيد على ذلك يعني شوف كما تفضلت الأخ عيسى من الجولة الأولى حتى للجولة بعول الوفاق تحصل على 3 نقاط واتحاد العاصمة كان عندهم 10 نقاط. يعني شوف الفرق بيننا وبينهم كانت 8 9 نقاط 7 نقاط. احنا من الجولة الخامسة حتى للجولة الخمستاش يعني شوف 27 نقطة يعني زدنا جبنا 24 نقطة. هنا كان بفوز في 20 أوت أمام شباب الوزداد مولودية وهران. نعم يعني شوف تعادلت في الخروب فوز يعني 24 نقطة جبناها في 11 جولة بارابور اللي كانت ماتش الاولي عوضتو واش ضيعتو في المقابله وفي لافاز يوتيوب يعني كيما يقول لك النتائج اللي ضيعنا 5 نقاط في سطيف وخسرنا في باتنا وفي تلمسان يعني زدنا من وسمو من 27 حتى ل 53 نقطه. شوف الفرق كاينه نظن بدي 22 ولا 23 ثاني نقطه اللي زدنا جبناها يعني تشوف الباركور هذا تاعنا. نظن باللي اكسبت نظن باللي مولوديت وهايون باكلي في لافاز اوتو اللي جابت نظن 24 ولا 25 نقطه ما كانش فريق اللي جاب اكثر من الوفاق. نعم
وطبعا فيه اجماع بانه المشوار هو مشوار بطل على كلنا. خادم مضوي فتحي كان يتحدث قبل قليل ربما كيف سير الفريق البطولة ككل مع نهاية الموسم. يعني صعب انه فريق ينهي يعني من نهاية الموسم كيفاش يؤديها. شفنا فريق وفاق صيف في نهائي كأس الجمهورية شوط اول لصالحه، تراجع في الشوط الثاني وفاق صيف، انه الكل يعني كان اندهش للوجه اللي ظهر به الوفاق. وتذكر جيدا ما قلت انت على المباشر، المقابلة كانت تلعب ولما تسجل هدف التعادل قلت الكل لازم يتحزم الان في هذه العبارة، لكن في الوقت الاضافي عاد الوفاق بالوجه اللي ظهر به. يعني هذا شيء كذلك عنده دور. هو في الحقيقة الوفاق تاع 2012 يلعب مليح لما يكون منهزم. احنا لما نكونوا منهزمين هنا الوفاق نشوفوا فيه صورة أخرى، نشوفوا طريقة لعب أخرى، نشوفوا إرادة تخرج من عند اللاعبين، لأنه احنا الأرقام هي اللي راهي حاضرة اليوم. لو نشوفوا يعني المشوار تاع الوفاق هذا العام، أنه كنا في الشوط الأول كنا ننهيو المباراة تقريبا، كنا نسجلوا هدف وهدفين، وكانت في بعض المباريات لما الفريق ما يسجلش يتقلق، يقع في التسرع، يقع في بعض يعني ارتباك، وين هنا تخلينا في بعض الأحيان نفقد التركيز وما نقدروش نسجلوا وما نقدروش نعودوا في النتيجة. الشيء اللي حدث في نهائي كأس الجمهورية، الكل يعلم أنه قبل نهائي كأس الجمهورية كانت عندنا 4 مباريات فيها 12 نقطة، حصدنا نقطة واحدة، سجلنا هدف واحد أمام مولودية وهران في 4 مباريات. جاء النهائي في 20 دقيقة الأولى حشود يسجل، نظن في عقلية اللاعب في الشوط الثاني أنه يعني بعد هذه السلسلة النتائج السلبية وفي النهائي يلقى روحه متقدم على الفريق هدف مقابل صفر، يقول لك في عقلية اللعب احنا ولو احنا يعني في غرف حفظ الملابس في بين الشوطين يعني قدمنا نصائح انه نبقى بنفس الطريقة، نبقى بنفس اللعب، بنفس النزعة الهجومية، لانه ما درنا حتى تغيير دفاعي، ما قمنا حتى تغيير خطة، خلينا نفس اللاعبين ونفس الخطة، ولكن اللعب في ذهنيته لما يدخل ارضية الميدان حاجة اخرى او ما تقدرش تسيطر عليه. في احنا تفسيرها انه حابين يبريزرفيو السكور، حابين يحافظوا على النتيجة. جاء هدف تعادل، ولما جاء هدف تعادل هنا تعودنا وشفنا الوفاق تاع الموسم تاع 2012، لانه هنا وين في كما قلت انه قلت لك لازم يتحزم الجميع، حتى احنا كطاقم فني ما قدرناش نمدوا يعني الحاجه كبيره، لانه يعني اللاعبين وحدهم نعطيك الصوره في قبل الوقت الاضافي قبل الشوطين الاضافيين جمعوا وحدهم اللاعبين وتكلموا وحدهم، خلينا لهم المسؤوليه لهم. وهنا شفنا وجه اخر منه فريق وفاق صيف، نزعه هجوميه كبير، تضيع عدد كبير من الفرص، جابوا يعني في قمه المستوى. هذه هي قوه الفريق الحالي تاع وفاق صيف، انه في اللحظات او في لي مومون يعني صعاب في الاوقات الحرجه وين الفريق محتاج انه الفريق يخرج من هذاك الضغط نلقاوه، وحدث هذا في النهائي. نعم، لأنه من الصعب أنه فريق يمر بسلسلة انهزامات وهو يعرف روحه بأنه من أهدافه تغيرت الأهداف ويلعب على البطولة وعنده الكأس، ولكن بالنتائج اللي ذكرناها الانهزامات أمام شباب الوزداد، باتنا، تعادل مع مولودية طهران، انهزام بالتمسان. يعني لو ربما فريق ما كانش يعني مركز روحه لكان يضيع تقريبا كل شيء، لكن جات الكأس وهي اللي زادت غيرت نحو الإجابة يعني بالنسبة للوفاق. لهذا قلنا عصيب أنه هنا قوة الطاقم الفني يقدر يعني يتعامل مع الفترة نتاع الفريق هذه، عكس ما تحدث الاتحاد العاصمة مرت بفترة فراغ ولكن الطاقم الفني ما قدرش كيف يعني يجمل اللاعبين ويخرج من الأزمة هذيك اللي مر بها الاتحاد. هذا هو الفرق، ربما الطاقم الفني يقدر يتعامل مليح مع فترة الفراغ، ومن كان يعتقد بأن الفريق الذي انهزم بتلمسان بالطريقة وبالأداء يعني كان منهار في وفاق صيف بتلمسان يعني يعود في كأس الجمهورية بوجه مغاير تماما للوجه الذي ظهر به في تيرمس. نعم، طيب حسن حمار أو خير الدين مادوي، إذا كان حبيت نعرف أنا وشي ربما إذا كان لحظة كنت تحسوا بها بأن البطولة ضاعت خاصة بعد الانهزامات المتتالية في الجولات الأخيرة. يعني بكل صراحة والله يعني رغم الانهزامات وضيعنا كما قال خير الدين، جبنا من 12 نقطة جبنا نقطة واحدة، نحن جامي دوتي في هذا الفريق، لأن أنا أقول لك حاجة، روح المجموعة كنت تعيش معهم وتشوف روح المجموعة تحس باللي الفريق هذا يروح بعيد، يروح بعيد بدون شك. عندهم رغبة كبيرة باش يديو يحصلوا على نتائج، عندهم حوايج بزاف يعني، لا
اللاعبين اللي حابين 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 متعطشين للتتويجات، حابين يديروا يصنعوا اسم، حابين يلعبوا. دونك نظن باللي احنا وطاقم هنا ما كانش شك في هذا. واكيد انه اللاعبين لما يشوفوا اغلبيه كل المتتبعين كانوا في البدايه مرشحين اتحاد الجزائر، فريق النجوم، فريق الاموال الى غير ذلك، هم كذلك يرفعوا التحدي على كل. طيب حسن حمار، اصعب مرحله مريت بها هذا الموسم اللي بقات تبقى الان راسخه في ذهنك؟ مقابله شبيبه بجايه في الصيف، وين الانصار كامل يشتموا فيا. يعني ما فهمتش انا السبب له، لكن ثم عرفت وحاجه ثانيه المليحه اللي خلاتني باش الفريق هذا عندي ثقه فيها كبيره، التصريحات تاع نهدي السعدي في مقابله وفاق الصيف اولمبيش في الصيف بالنتيجه والاداء، وين قال لهم باللي هذا الفريق هذا احسن من السنه الماضيه، والفريق هذا راح يقول الكلمه تاعو. نسيت كسا عن وصافي مع بجايه، وعرفت باللي الفريق احنا انا في على في الطريق الصواب، دونك نخدموا التوفيق مع الدار. غصتك عمرك في النهار هذا الشيء الدموع بعد انسان اللي الوالد تاعو 27 سنه ويتشتم ميت ويتشتم، بيان سور الواحد يغيظ الحال والواحد يخدم. دوك ماشي قضيه الواحد انيمي دو بون فوا بباك اللي على بالو، يخدم يجي يتعب يجيب كل شيء ونعني وتتشتم واش ندير. هذه هي، والحمد لله يا ربي نعني ربي عوضنا وجينا، والناس عاد اللي كانوا يشتموا ولا يعني ناصروا نظن باللي حاجه مليحه وربي سامحنا. نعم، نعود لفرحه التتويج، وكان بودنا ان يكونوا معنا لاعبين هنا بالاستوديو، لكن يبدو لي بانه احنا كنا نقول من قبل هذا انه النهائي راح يكون في عمر حمادي، ولكن الان بعد زمان اللقب سرحتوا كل اللاعبين تقريبا. كل اللاعبين مسرحين وكل اللاعبين رايحين اليوم نتلاقاو يعني في الجزائر العاصمه، يعني باه نحضر مباراة اتحاد العاصمة غدا. تتلاقاو في في الجزائر. كاين اللي تنقلوا منا وكاين اللي رايحين. نعم، المهم راح نرجع للمقابلة، هذه المقابلة الأخيرة اللي راح تكون غدا. نعود للتسجيلات التي هي بحوزتنا، فرحة التتويج مباشرة اللي كنا عشناها فتحي على المباشر. نعم. مباشرة من ملعب 8 ماي 45، أن اللاعبين للمتألق هذا الموسم وهو جابو. نستمع يوسف للعب جابو. عنده 44 سنة مداش يعني دوبلي، الحمد لله احنا يعني احنا بالشبان يعني بيكي تاعنا يعني كاع شبان، والحمد لله ونهدي البطولة هذه وكاس جميع الفرق تاعنا، هما اللي يعاونونا بزاف. نعم، من جابو نمر الى المتألق المدافع الهداف لعب حشوت. نقول الحمد لله كما نقول لك الهدف تاعي جاب فرق الملعب تاعي، والدوبلي هذا نهديه لكل من شكك في القدره تاع وفاق الصيف في الديبي سيزون، قال لك باللي وفاق الصيف راح يلعب على البقاء، الحمد لله توفينا لهم باللي حنايا فريق متماسك وقادرين نفعلوا اي شيء، والحمد لله وقفنا في هذا الدوبلي، وان شاء الله الدوبلي هذا نهديه لكل سكان الصيف وسكتوا سكان العطر، والحمد لله نشكر ربي سبحانه على وفقنا، وان شاء الله خويا القادم افضل ان شاء الله، ان شاء الله خويا باقي في الاخو المناطقين هذو، الحمد لله انا واحد نقول لك واحد 100% قاعد في الفريق، الحمد لله لقيت راحتي والحمد لله. نعم، هذا بالنسبة للاعبين. إذا طيب كذلك النقطة اللي كنت نتكلم عليها للتشكيلة الثرية حسن حمار، قلنا أحسن هجوم، التنوع في الهدافين كذلك خادم مادوي، الهداف عودية، حشود يسجل، جابو يسجل، بالموسى يسجل، هذا قلما يعني نجده ربما في الأنتيش. نظن باللي الطريقة اللي يلعب بها الوفاق وكما قال لك المنهجية اللي انتهجها جيجير مع الطاقم تاعو هما اللي سهلوا للاعبين، ماشي غير حشود، حشود لانه مسجل ثمن اهداف، بن موسى سجل 11 والله، جابو كذلك، ولا عوديه حتى دي سجل، مقني سجل، يعني يشوف المدافعين ويتحولوا المهاجمين، هذه يعني من الطريقه اللي يلعبوا بها، ورحنا يعني لله كي يديفيتي خلى المدرب يعني خلى اللاعبين يعني مجال باش يلعبوا ويتمحرهم نفسيا. نظن باللي هذه هي الاسباب والعوامل اللي خلات الوفاق يتالق هذا الموسم. نعم، هذه الطريقه خالد الماضوي كيف تغيرت الامور منذ ما جاء الان جيجار؟
تعمل معاه انت كذلك؟ لا هي تغيرت يعني بنسبه كبيره، خاصه في مردود الفريق وفي المنهجيه اللي كنا مسطرينا، لانه خاصه وحنا نعلم انه الوفاق يعني قوي بقوه جابو، يعني خاصه انه جابو لما لقى يعني المنصب بتاعه. هنا تسمح لي خير دير سؤال على جابو، يعني الا تعتقد بان جابو فعلا تحرر لما غادر يعني النجوم اللي كانوا ربما يعيقوه في وسط الميدان؟ جابو جد نفسه هو الليدرشيب تاع الفريق بعد ما غادر حاج عيسى ومترف ولموشية في وسط الميدان، اصبح هو اكثر تحررا مع المجموعه اللي معه. وكذلك احنا نعرفوا احنا كفنيين انه لما تكون عندك لاعبين وثلاث لاعبين صانعي العاب يعني في نفس التشكيله، راح صعب به تلقى طريقه ومنهجيه به تسير بها الفريق. نظن جابو هذا هو الشيء اللي لقى، يعني تحرر من هذا الشيء انه قعد هو الدينامو تاع الفريق، هو صانع اللعب في الفريق وهو اللاعب الحر في يعني في الفريق، لانه لو نضيفوا له لاعب اخر صانع العاب وكان يعني نقدروا كان جحنيط ايضا، اللي هو على سبيل الذكر المثال انه جحنيط هو لاعب صانع العاب، ولكن احنا يعني لما حبينا نخلقوا منهجيه تاع لعب انه تجي الكره تخرج نظيفه من الدفاع الى وسط الميدان حتى تلحق الى جابو، جحنيط يعني قلبناه الى مدافع وسط ميدان دفاعي، وهذا الشيء اللي خلى كما قال لا كرياتيفيتي في الفريق تاعنا، انه كل شيء وارد في الفريق، ما تعرف من يجي الخطر، سواء من حشود من جحنيط من جابو حتى بن موسى اللي دار يعني موسم استثنائي. الواحد ما كان يتوقع يعني في أود أنا أقول لك هذا بن موسى وما عاشه الموسم الماضي وفي الخمس مباريات الأولى اللي كان احتياطي، ما ننساوش أنه كان احتياطي لعب نتذكر إلا مباراة واحدة أمام شبيبة بجاية في سطيف إنها زمنا فيها، ولكن عاد بقوة، يعني نظن عمل تعب يعني نشهد له هذا الشيء. هذا هو الشيء اللي خلى الفريق يعني يكون منسجم ويكون مد يعني طريقة لعب استثنائية في الموسم. حشود لو نولي إلى 38 هدف، يعني طرحت سؤال كبير، 38 هدف اللي تسجل علينا، احنا نعرفوا انه نلعبوا بطريقه وبنزعه هجوميه، خاصه انه حشود في مرحله الذهاب وان كان يعني في فورمه جيده هو اللي كان يخلق اللعب، يعني اللي كان جابوا في المركاج يعني كان يعني محاصر وما يقدرش يلعب، كان حشود هو اللي يخلق اللعب ويشارك في الهجوم، فاذا شارك حشود في الهجوم راح يبقى يعني عدم توازن لو نقدر نقول في الدفاع، اللي خلى بعض الفرق تستغل هذا الثغرات، وكانت فيه بعض الاخطاء الفرديه اللي كانت تصرف في 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 دفاعنا، لانه الدفاع تاعنا تحبوا نقولوها يحب يلعب كره القدم نظيفه ويحب يخرج بالكره. نظن هذا هو الشيء اللي خلى ايضا انه نوقع في بعض الاخطاء ويسجلوا علينا اهداف كثير. نعم، نشرك معنا كذلك طبعا طرف من عائله الوفاق دائما والفرحه اللي عاشوها هذا الموسم، معنا المسير السابق واللي عاش في وقت سابق كذلك الالقاب السيد عبد الله ماتام، هو معنا مباشره. السيد ماتام صباح الخير. صباح الخير اخواني الرياضيين، نرحب بحسن حمار اللي بديت معاه مكالمات كثيره حول البطوله هذه والكاس، خاصه الكاس، المضرب هو عدل وعدلين وعدنا. يعني مبروك للرياضيين الصيفيين الكل، وخاصه لاعبين القدماء اللي شاركوا بزاف في نتائج كثيرة لهذا الفريق. نتائج اللي أسعدتك طبعا من دون شك، وانت واحد من عائلة الوفاق توج بأول كأس الجمهورية كلاعب، يعني أول كأس بعد الاستقلال، اليوم راه يعيش يعني ويحضر بعد 50 سنة من الاستقلال الدوبلي مع وفاق سطيف، يعني كيف يعيش هذه اللحظات عبد الله ماتم؟ طيب تفضل تفضل. يعني والله فرحت بزاف، يعني ولو انا ما نشاهدش المقابلات، ما نقدرش نشاهد المقابلات تاع الوفاق، جيت ستريسي التي ندور في سطيف في البلاد، الناس تشوفني يعني غريبه، قلت لهم ولكن ساعات نسمع نداءات هكذا والعياط، نشوف في بعض القهاوي والله ونبدا نتساءل عن النتيجه، يعني بعد نهائي خاصه الكاس، يعني فرحه اللي ما عندهاش، ما نجمش نعبرها، يعني في فريق رونجوا يعني فريمون
ايموسيونال اكسيتيرا. نعم. وانا مشكور بزاف بزاف اللاعبين والطاقم الفني والمسيرين كذلك. نعم. طيب خليوك تعيش الفرحة هذه، وهي طبعا نهاية سعيدة بالنسبة للوفاق مع نهاية هذا الموسم، ونشكرك جزيل الشكر سيد عبد الله معتان. في انتظار مكالمات أخرى وتدخلات أخرى كذلك نعود لبقات الآن خادم ماضوي حسيم الأمر، ولكن ما زالت جولة أخيرة مقابلة اللي راح تكون غدوة إن شاء الله، هدفكم فيها المقابلة هذه اللي كانت تسمى بالنهائي ولكن سقط هذا العنوان على هذه المقابلة، وخاصة إذا علمنا أن المباراة هذه الأخيرة ما زال عندها يعني عندها أهمية كبيرة بالنسبة للبطولة، ما زالت فرق تصارع لفرق أخرى، ما زالت فرق تصارع من أجل المرتبة الثانية والثالثة، يعني هنا كيف راح يكون أداء الوفاق في الجولة الأخيرة؟ لا بدون شك احنا راح نلعب المباراة يعني بصفة عادية جدا، لأنه حتى اللاعبين حابين يلعبوا هذه المباراة، يعني حتى اللاعبين حابين يلعبوا هذه المباراة، لا يعني ما فيش يعني مباراة ثأرية ونهائية، احنا لا تشفى يعني أنا قلت كل المباريات المتبقية اللي في قصيف هي كلها نهائيات وراح نلعبها كنهائي أيضا، لأنه احتراما لأخلاقية اللعبة أخلاقية كرة القدم راح نلعبوا مباراة عادة سواء ننهزم أو نتعادل أو نفوز بها، البطولة حسمت لنا، ولكن المباراة راح تتلعب في ظروف عادية، الكل محضر لهذه المباراة بصفة عادية، ورحين يعني نقدموا الشيء اللي قدموا الوفاق يعني طيلة الموسم. نعم راح نرجع للنقطة هذه، ولكن لابد من وقفة عرفان كذلك طبعا لهذا المدرب الذي جاء بهذه اللمسة وبالمزيد، مدرب السابق لفريق شبيبة القبائل والذي عرف كيف يستغل الوفاق ألان جيجار اللي كان كل فرحة هو الآخر وسعيد كل السعادة بما حققه هذا الموسم، مش عارف إذا كان هو نقوله هو خدم الوفاق والله الوفاق خدمه، يعني مادام للزوج حسن حمار، لأنه مدرب اللي يأخذ بطولة وكأس كذلك يعني هذا حاجة نعم فيه تجاوب. نستمع فتحي خالفي لألان جيجار اللي كنت اختارت منه مباشرة أثناء فرحة التتويج بعد نهاية اللقاء الوفاق مع شباب قسنطين. Pour l'instant, on est là, on savoure le titre, on est champion, on a fait le doublé. J'ai passé une année fantastique, il y a la Champions League. Au club de montrer qu'on peut garder les meilleurs joueurs, du moment où on peut garder les meilleurs joueurs, il n'y a aucune raison que je quitte le club. Ouais, bon, c'est une année en plus historique. Je crois que ce qui est encore plus historique, c'est de faire un doublé. Je crois que le dernier doublé, c'était en 68. Donc voilà, c'est satisfaction de travail. J'ai dit à tous les joueurs, je leur ai dit, si vous faites un titre d'Algérie, si vous faites une Algérie, c'est... C'est des souvenirs inoubliables. On va parler de ça à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc ça vaut pas de... Il n'y a pas un prix pour ça. Il n'y a pas... L'argent ne remplace pas ce genre d'émotion, ce genre de succès. Plus jamais on est lié avec la Vilaya, les supporters de cette équipe, avec les supporters, les joueurs, les acteurs, la direction, tous les gens, le staff. Tous les gens doivent participer à ce doublé. On sera à vie, toujours lié, parce que dans nos têtes, on va toujours se croiser, même quand on ne sera pas autour d'une tasse de café, mais on aura vécu des moments extraordinaires ensemble. نعم لا تعليق على هذا، هو واضح كل الوضوح، ما في حتى داعي اللي حيخليها ربما يغادر اشترط بقاء بعض اللاعبين، يعني قال بأنه لازم الحفاظ على المجموعة هذه باش نبقى في الطاقم الفني، واضح الأمور حسنا طبيعة الحال، أي مدرب يعني يجيب نتائج كما هذه ونظن باللي يعرف المجموعة يطلب، هو ما طلبش حاجة، طلب باللي المجموعة تبقى بطبيعة الحال راح يكونوا شوية دي شانجمون في كالكو بوست يلفهم لي دي جوار هكذا، نظن باللي ماشي بزاف باش هكذا نتفاهموا، يعني اقصى نظن باللي تكلمنا وخير الدين وانا اربع لاعبين اقصى تقدير في اي مناصب هو على بالهم باللي المناصب ما نتكلموش عنها، مزاد بطوله ما خلاصتش كاين مناصب باش يعرفوا الانصار الوفاق، لا هما ما على بالهم الانصار تاعنا سيدي كونيساهم يعرفوا، وان شاء الله تكمل المسيره وان شاء الله بيزيد يوفق. بالنسبه لاشكال حارس المرمى سيدي لا نظن باللي بنحمو مد حوايج بزاف، والدليل على ذلك النهائي تاع كاس الجمهوريه نظن باللي كان عنده 50 بنحمو خاصه بعد اصابه بن خوجه، يعني هي هي يعني واش راني نقول لك، انا كي قلت لي انت حطيت لي سؤال على بنحمو صافي يعني ديوت يا لا ما تكلمش على بنحمو، تكلمت على الحارس مرمى، هل يجب استخدام حارس مرمى؟ شوف بعد المقابله تاع اتحاد العاصمه الاثنين ولا الثلاثاء يجتمع الطاقم الفني ونتلاقاو وثم نديسيديو وينهم، وهو يمد القائمة تاع اللي واش اللي لازم يتصرحوا واللي لازم يجيو، لأنه من صلاحية الطاقم الفني ماهيش من صلاحية الإدارة. خير الدين ما تقولها أنت ولا تحفظ كما هو؟
لا هو لا احنا حقيقة مش راه يقول رئيس السي حمار صحيح، لأنه احنا تكلمنا قبيل على الدفاع يعني عندنا دفاعنا لازم احنا تكون الاستقدامات نوعية ومدروسة مع الطاقم الفني ومع الإدارة، لأنه احنا احنا في الفريق يعني حابين انه في كل منصب في كل يعني خط خط دفاعي خط الوسط الوسط الدفاعي والهجومي خط الهجوم راح يكون عند استقدامات، حتى ايضا في حراسه المرمى لما لا لما يكونوا لاعبين شبان وعندهم الخبره وعندهم يقدروا يمدوا شيء يزيدوا اضافه للفريق لما لا نستخدمه يعني ضمان. نظن احنا هذه هي الاستقدامات هي باينه يعني دفاع في الوسط وفي الهجوم ككل فرق راح تبان، ولكن اختيار لاعبين راح يكون مدروس مع الاداره مع السي حمار ومع الان جيجير راح يكونوا مدروسين، والاسماء راح نظن تخرج بعد اسبوع او اسبوعين راح تخرج الاسماء اللي راح الوفاق يحوس عليها ان شاء الله. نعم. طيب سيد حسن حمار، في لحظه من اللحظات في فتره من الفترات كانت الهجومات والهجومات المضاده والاتهامات والاتهامات المضاده، وانت كنت خلص يعني معروف ب ربما نعم يعني بهدوءك وكذا، ولكن لما تقتضي الامور يعني في احدى تدخلاتك كنت قوي. واش من تدخلات؟ انا شوف الاخ عيسى باش ما حدث لقاء اتحاد الجزائر نصر حسين داي بالنسبه للبرمجه بالنسبه للتحكيم. شوف الناس باسكو جيستومون في هذا السؤال هذا لازم نجاوب، لان قايت ما كنتش انا هنا في الجزائر ما كنتش متواجد بالجزائر، وشفت انا ارتيكل تحط في واحد الصحيفه هكذا ما نسميوهاش وين يقولوا باللي انا يعني تكلمت وقلت باللي حتى سميتها اتحاد العاصمه وباللي هو مع الحكام، هذا الكلام هذا ما كانش وجودي في كيكونك نتحدى هذا 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 الصحفي هذا اللي كتب الكلام هذا، لانه اخلاقيا احنا حتى كنت نتكلم على الرابطه الوطنيه ما نسميش الاشخاص فهمت دونك احنا السيد هذا اللي حداد كل سالي بار لو ميم اوكازيون اطرافير لاديو تاع لاشين اون، نظن باللي سيتا مسيو جاب حوايج بزاف لاتحاد العاصمه عمل بطبيعه الحال كل انسان كل رئيس كل مسؤول اللي يدافع على الفريق تاعو في اطار دون زي كادر بيان سي سبورتيف ما نخرجوش بيغمون سبورتيف ما نخرجوش منه، نظن باللي اتحاد العاصمه نؤكد له كل التقدير والاحترام من الرئيس تاعو للانصار للاعبين الناس عملوا واجتهدوا، هذه هي كره القدم هي توجور واحد فايز وواحد ما فازش، لكن باش الكلام اللي يتقال خارج وسمو ما احنا الكلام هذا ما قلتوش، اما تاع اتحاد العاصمه نظن باللي انا العام الجزائر كامل شافت حتى الحكم تاع بجايه الناس كل شاهدت مانيش انا برك اللي شاهدت ولا، وانا من حقي لاني انا طار في هذه البطوله هذه من حقي باش نهضر ونقول باللي الحكم كان منحاز هذا حق، بصح باش نقولوا كلام اون دور دو سا ما نقدرش نقولوا، ولكن في نهاية المطاف يجب الاعتراف سيد حسن حمار بأن البطولة انتهت بنزاهة يعني خاصة في الجولة ما قبل الأخيرة، يعني النزاهة هي اللي خلت البطولة يعني تتمد الشرعية طبيعة الحال. أنا بهذه المناسبة نشكر أولمبي شلف اللي لعب يعني مقابلة نزيهة حتى الدقيقة الأخيرة وكذب الإشاعات اللي كانت تقول قبل المقابلة باللي فيها ترتيبات وكل شيء. نضيف حاجة برك أنه أولمبي شلف اتحاد العاصمة يوم 2010 كان ايضا رئيس كان معنا حمار وفاق سطيف يلعب على البطوله في 2010 يوم كان مدرب زكريا رحنا لاتحاد العاصمه كان مدرب سعدي وفازوا علينا 2-0 كانت نزاهه وهما اللي يعني ثم ودرنا البطوله، نظن المدرب اشاده بالمدرب نور الدين سعدي ايضا اللي راهو نزيه يعني على طول الخط مع كل الفرق، لانه في 2010 تكررت يعني في 2012 احنا 2010 في اتحاد العاصمه خسرنا البطوله. والنزاهه هذه يتكلم عليها وزير الشباب والرياضه السيد هاشمي زيار اللي كان متواجد بسطيف يوم تدفيشكم وضمانكم للقب، تحدث على النزاهه اللي ميزت خاصه الجولتين الاخيرتين، نستمع نعود ونستمع لما قاله وزير الشباب والرياضه. هذا التتويج وهذا الانتصار هو انتصار للرياضه الجزائريه، لانه ما نساوش الفرق الاخرى اللي كذلك حققوا نتائج هذا الموسم، واذكر على سبيل المثال فريق صورة بدايه الشهر اللي صعب
ما ننساش كذلك فريق صغير اللي هو في الحقيقة عنده أفق واسعة في المستقبل، هو فريق الأربعة في ولاية الوليدة. وأقول للفرق اللي ممكن ما ساعدهمش الحظ في هذا الموسم، نقول لهم بصريح العبارة ما خلصتش الدنيا، الرياضة يوم لك ويوم عليك. إن شاء الله الموسم القادم يعاودوا يجتهدوا من جديد، يقدموا الكثير والكثير، ولما لا يعاودوا يسترجعوا مكانتهم. وثمين ما شاهدناه في المقابلات سواء هنا في الصيف أو في الشلف، يعني حقيقة مقابلات تميزها الروح الرياضية، وأتمنى إن شاء الله هذه المقابلات تكون بالمستقبل إن شاء الله قدوة بالنسبة للمقابلات القادمة. وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وأقول للمسيرين، أقول للمؤثرين، أقول للرياضيين، أقول للشباب، حان الوقت باش نواصل المسيرة في هذا الاتجاه ونقضي نهائيا على كل ممارسة سلبية لنجدها الآن ممكن أحيانا في الرياضة الجزائرية، ونقضي على ظاهرة العنف في ملاعبنا، لأن الرياضة فرح. شفت الجمهور الرياضي في مدينة الشطيف كيف الشعب، كيف الشباب كانوا فرحانين. لازم الرياضة تفرح الشعب الجزائري وتفرح الشباب الجزائري، وهذا ممكن جدا. إذا هي رسالة من وزير الشباب والرياضة الهاشم الجيار لكل الفاعلين. بقوا لنا 5 دقائق نحاول نختصر فيهم باختصار. خير الدين الماضي الموسم البطولة هذه كانت يعني من تنوع التنافس، ليس مثل الموسم الماضي وين فريق جمعية الشلف أنهى المشوار بفارق كبير، لكن الموسم هذا كانت فيه عدة فرق. تحدثت على اتحاد الجزائر، جمعية الشلف، شبيبة بجاية، شباب بالوزداد. باختصار كيفاش تقيمها يعني؟ والله أظن كل لو نقدروا نبدو تقييم لهذه البطولة أنه كان مستوى كل الفرق تقريبا متقارب ومتساوي. احنا الفارق صنعناها في خرجتنا يعني في البطولة، أنه قدرنا نفوز خارج الديار بأكبر عدد ممكن من المباريات، وتحصلنا على أكبر عدد من نقاط خارج الديار. نظن هذا هو اللي صنع الفارق، لكن المستوى كان متقارب. بالمناسبة نهني أولمبي شلف يعني اللي اجتيازوا إلى دور المجموعات لفريق كبير، ونظن هي خانته نوعا ما البرمجة اللي كانت عنده بعض المباريات المتتالية ما قدرش وين يحقق فيها النتائج إيجابية، لكن على العموم كانت بطولة لا بأس بها، عندها نفس المستوى، وإحنا نستحق يعني بجدارة وإلى حد بعيد هذه البطولة. نعم نستمع لهذا التسجيل ثم نعود. إن شاء الله أنا بس أتحمس المقابلة تاع اتحاد عاصمة، إن شاء الله بس أقدم الاستقالة تاعي، وإن شاء الله في ناس يخدموا إن شاء الله خير من الناس. خلاص الحمد لله، لكن إن شاء الله إحنا فيكم، إحنا مع الناس، إحنا مع الحكم اللي في الوطن، نتحدى أي إنسان في الوطن في السيف نتحدى. أنا مدي في النار ومتحد بالوقت تاعي والعائلة تاعي، وفي النهاية الناس فينا تحدى وتقول شيء. الحمد لله إن شاء الله هذه الفقرة، أنا هذه الفقرة إن شاء الله باش نقعدوا ناس وفي الوفاق ورقم واحد إن شاء الله. حسن حمار هذا صوتك. نعم. وهذا كلامك بعد نهاية المقابلة. مصر أم تتراجع؟ لا خويا أنا الكلام تاعي قلتو، ويقول لك العوشة وقالوا كان مقلق، ولا مانيش مقلق، هذيك صح شوية يعني ممكن كي كنت لاشوبك أشوبك، بصح هذه قناعة تاعي. نظن باللي قدمت الشيء اللي قدرني ربي عليه، ما نظنش باللي راح نزيد نمد أكثر من هذا الشيء هذا. والفضل ماشي غير، ولكن كاين رساله مررتها انت في التسجيل، الناس راهم يقولوا الناس طبيعي كاينين. دوك شوف بعد التتويج تاع الوفاق تشوف عبر الصحف تشوف باللي ناس حابين يترشحوا، وانا نقول لهم اهلا وسهلا بهم يجيو يقدموا. الوفاق ماشي حركه تاع شخص ولا اثنين، يجيو اهلا وسهلا بهم، يعني لا رجعه في هذا، لا رجعه فيها. طيب طوال الموسم وحديث خلافات في الصحافة في الشارع بينك وبين حكيم سرار اللي كنا نود أن يكون معنا، ولكن هو غايب غير موجود بالجزائر ولا بيستيف. شوف لا خيس أنا يعني بكل صراحة تقول لي اليوم وش كاين بينك وبين حسن حمد بين سرار. شوف كاين خلافات في وجهات النظر، يعني باش تقول خلافات جوهرية هكذا على الجال، شكون كما يقولوها كما هو قال نمبر وان، ما كانش هذه الخلافات، يا احنا اصدقاء وخاوة وبلا هذا بلا كرة قدم. وانا نقولها باللي نهار ضربت الاستقالة انا قلت نبطل معاه، هو اللي لا رفيزي قال لي لازم لونطات، ما في الأمم هذه واحد ما يقدر يحكمها، أبا أنت عندك سيرتين إكسبيرينس وكل شيء. نظن باللي
الناس حبت تتأول وتقيل والقان. أنا نفند هذا الإشاعات هذه ونقول بلي والله العظيم ما كاين خلاف يعني بيناتنا. أنا قلت لك وجهات النظر، هو عنده يونيدي نحب، هو يحب عنده يدي هكذا وأنا يونيدي، ومن بعد نخرجوا بنتيجة. مصلحة الوفاق تتطلب لأن الناس أكل تتكاثف الجهود تاعها وتصب أكل في مصلحة الوفاق. وبالمناسبة يعني أنا باش ما حصليش الوقت باش نهني أولمبي شلف على التأهل تاعها التاريخي لدور المجموعات. نرحب بالإخوة تاع البرج بالأهل البرج الصعود تاعو، ونظن باللي هذه مكانة تاعو هو في القسم الأول الممتاز. بالعباس لثاني فريق عنده تاريخ من قبل حتى الصورة، وما ننساش كذلك يعني اتحاد العاصمة اللي كان قادة ثاني هو يدي كأس يدي الشامبيون هذه وحنا نديو كأس. نظن باللي بذلوا كل مجهودات شباب الوزداد أولمبي شلف، نتمنى لهم حظ سعيد وإن شاء الله هذه هي كرة قدم. نعم لاعبين ما راح يتصلحوا حتى واحد لاعبين ان شاء الله ما يكون حتى واحد، حتى جابوا كل ما يلعبش في اوروبا نظن باللي ماهوش راح يبقى في الوفاق. كانت اتصالات تاكد متقدمه عن موناكو او مونبلييه، هما كاينين فرق موناكو اللي اتصلت. انا شوف يعني باش الواحد يكون صريح باش يقول لك اوفيسيالمون اتصلوا بالاداره، لا اوفيسيالمون عنده دي كونتاكت مع موناكو مونبلييه، يقولوا ان شاء الله نتمنوا له كل التوفيق والنجاح. لازم اللاعب هذا يحترف خارج الجزائر. صح تنقل هو لفرنسا ما راهو هنا بالجزائر، كان قال بأنه تنقل فرنسا. لا أنا ما هذه ما عنديش علم بها، ما نظنش وما نظنش لأنه كان تنقل كان يكلم. نعم هو غير معني بمقابلة الغد على كل ما كان طرد. التوفيق كل التوفيق نتمناه للوفاق يعني إن شاء الله ولكرة القدم الجزائرية. أشكركم جزيل الشكر. شكرا فتحي قلبي. نعم عيسى ماذا بينا في نهاية الموسم نشكر إدارة وفاق ستيف يعني كل تسهيلات بالرغم من الضغط. نعم. يعني سهلونا كقناة وطنية. نعم. سهلونا العمل كذلك إدارة ملعب 8 مايو ومصالح الأمن اللي سهلونا العمل في كل ظروف. شكرا جزيلا إذا مرة أخرى لمسيري وفاق ستيف وهانئا مرة أخرى. والموعد إذا نصل إلى نهاية عدد اليوم الذي نقل مباشرة على أمواج إذاعة الهضاب والقناة الأولى مباشرة من سطيف بمناسبة تتويج الوفاق بالكأس والبطولة. موعدكم هذا المساء مع رياضة وموسيقى على الساعة الثالثة مستمعينا الكرام، العدد الذي يخصص للفرق الصاعدة للرابطة المحترفة الثانية وهي عين الفكرون شباب تيموشنت. وأمل الأربعاء نلقاكم بخير. مرة أخرى شكرا للسيد خير الدين ماضوي وحسن حمار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استوديو الكرة قدم لكم من طرف اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر الاختيار الأمثل.